بكرة بتشرق شمس العيد. انت العيد بتبشر بنهار جديد. هذا العيد عيش اليوم حب اليوم. وعيد اللي يجي وكل عيد. اليوم بإيدك بكرة بعيد. أنت عمري وأنت قلبي. بكرة بتشرق شمس العيد. وأنت غير وأنت باقي حي. بتبشر بنهار جديد. والباقي وهم أنت. عيش اليوم حب اليوم. حد ربي يحطك لحبيب وما يجي غرور. اليوم بإيدك بكرة بعيد. أنا ليه هلتفت للناس وعيونك جماهيري؟ هذا اللي أحبه. قلبي قال لي بالحياة انت قلتني. قلبي قال لي جنني حبك عليك نصيبي. طيرني وانا عصت تعيش وتفرح. عقلي كمل معاك. انت العيد عني هذا العيد عصبت وحشني. وعيد اللي يجي وانده عليك. وكل عيد طول السنة. انت عمري وانت قلبي وانت غير. وياك يا عمري وانت باقي حي والباقي وهم انت. ربي يحطك لحبيب وما يجي غرور. ورجعني بيك. أنا ليه هلتفت للناس وعيونك جماهيري؟ هذا اللي عمر اللي فات. كنت فين يا شاغل لي هوايا. فين يا اللي قلبك معايا. عايز منا حاجة اليوم كله الناس أهلا شينا فبندلع نفسينا والفرح خلو الناس أقرب أنا بس مش حزيك هدلعك وهتغزل فيك أمتعك وأنا بغني تيرا 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 تراتي سيب بك منهم سيبك دول كلهم كليشي بيفكروا باي باي القلب يدق الفرحة طيب عصيري بس عادي بيبي it's okay لو دقيقة
لما أقولك علي فيها يا زينة كل نواري وسهلي أنت اللي جوا قلبي واللي يا محل أنت مثل روسي بيقول من تركنا في منتصف الغابة لا يحق له أن يسأل عما فعلته بنا الذئاب. وفي مثل إنجليزي بيقول الذئب أضعف من الأسد لكن الذئب لا يعمل في السر. Get a woman who says, let's fix this. I don't want to lose you. Not a girl who says, it's my baby, beautiful life. Summer, just a guy. It's fine, it's your choice. Tu aaja mere close, milta na mauka ro. Ya tu mainu tera, main mane ya tenu mera ni. توني شو بتفضل؟ الحركة اللي قدامك دي طلعت ترند اليومين دول وبصراحة حركة جامدة جدا وحلوة جدا. تبوسني إلي وتاخد $100. Do you want to look into the future? Maybe just a bit. لو تقدر ان انت تعملها بمنتهى السهوله يا معلم مش صعبه خالص زي ما شايف قدامك كده الحركه. او تبوس احلى بنت بتعرفها وتاخد $700. Well we got AI here to generate some. دي بتبقى عباره عن انك ماشي في الهواء تقريبا. تعال بقى اللي مالك فضل بوسك الك انت واخد $100 content for us to see what's to come in the next few years. او احلى بنت انا بعرفها. ستيب باي ستيب وخطوه خطوه بطريقه سهله جدا وبسيطه زي ما شايف قدامك كده تاخد $700. الخطوه الاولانيه هتعمل الشكل اللي قدامك ده بعد كده الخطوه الثانيه بعد كده الخطوه الثالثه بوسك انت وباخد $800. We asked AI what the future of واقول لك ان انت مع الاستمرار واللي انت عملتها كل شويه هتقدر عيب عليك transportation looks like and here's what we got انت تبقى متمرس فيها بمنتهى السهوله سيبك بقى من موضوع السكيت والكلام دوت لان الحركه دي هتبهر بيها كل اصحابك بصراحه and to be honest we're quite pleased with it حركه حلوه جدا تستحق اللايك بعيدا عن المشاعر الكاذبه الفراق هو Imagine getting on your bike and just flying away. وأن تنسى أين وضعت هاتفك وهو على الوضع الصامت. There's definitely no traffic in the air you derive. الألم هو عندما تكون ذاهبا بسرعة. Your destination in no time. وتضرب إصبعك الصغير مع حافة الباب. الندم هو عندما يقوم أحدهم بعزومتك على أكلة We definitely wouldn't mind this being true. إن شهية تفضلها وأنت لا تحس بالجوع I guess we're just gonna have to wait. الخيانة هي عندما تجد في بيتكم بقايا الشوكولاتة And see if AI was correct. وأنت لم تأكل منها الانكسار هو عندما تستيقظ من النوم ليلا جائع ولا تجد ما تأكله الإحباط هو عندما تسافر لمكان أول مرة ولا يوجد اتصال بالإنترنت الفزع هو عندما تضع هاتفك في الشاحن ليلة كاملة وعندما تقوم لكي تأخذه تجده لم يشحن أصلا الإحراج هو عندما تنسخ محادثة
وترسلها لشخص آخر. وفجأة تكتشف أنك أرسلتها لصاحبها. الخجل هو عندما تحكي مع صديقك على شخص آخر. فجأة تكتشف أن ذلك الشخص خلفك. عمرك ما تراضي رجال، خليكي قوية وهو رح يجي لعندك راكع وباكي. من القائل؟ هبة. 85 سنة عزباء.